أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تشوفوها أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم على واحد من ذن الأرقام الأربعة اللي تشوفوها أمامكم. في حال ما قدرتوا تتصلون بنا لأي سبب إن كان، تقدرون تدزونا رسالة على رقم الواتساب المخصص لبرنامج صوتكم. نقرأ لكم إن شاء الله رسائلكم بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. أتمنى أن تكون رسائلكم متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من منو جتي ومن وين. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم وأول ملف ويانا هو ملف انتهاكات الضباط اللي بدأت بالتصاعد بالآونة الأخيرة بسبب عدم تفعيل القانون بصورة صحيحة ولحصانة هؤلاء اللي مكنتهم من فعل هذه الجرائم. مثلا أدنى ضابط برتبة نقيب بالشرطة الاتحادية قتل الشاب سجاد محمد العقابي من أهالي منطقة العبيدي في بغداد بسبب رفض سجاد أن يدفع رشوة إلى الضابط حتى يقدر يسمح له أن يبني على منطقة أو على أرض زراعية، علما أنه ذوي المغدور سجاد محمد العقابي طالبوا الجهات الأمنية التدخل العاجل وأخذ الحق لابنهم المغدور وإنزال أقصى العقوبات بحق الضابط والمفرزة اللي كانت وياه وإيقاف انتهاكات ضباط الشرطة بحق المواطنين واستخدام سلطتهم بابتزاز الناس. خلونا نسمع ونشوف. يا الله سجاد يا السوداني، يا السوداني يا وزير الداخلية، مع ضباطك يقتلون بالمواطنين، أرض زراعية، أرض زراعية، أرض زراعية قاعد ينظف بيته. نقيب أحمد من الفوج الأول، الفرقة الأولى، السرية الرابعة، نقيب أحمد هو سريته، هو حزمه مال عصابة، يريد فلوس، يريد فلوس. إن جاك أنت خلي مطرقب بصدره، ليش؟ ليش بس يريد فتهم؟ ليش؟ داعش يا السوداني حل مشكلة الزراعي، أنا متهدد، أنا يا وزير الداخلية اليوم تفضها، اليوم تفضها. باكر ترى يصير دم اكثر، اليوم فضها. مقدم حيدر، مقدم حيدر، مقدم حمزه، نقيب احمد الشيت، نقيب احمد الشيت، نقيب احمد الشيت رباعي ان الدانسه، مقدم حمزه الرئيس مالهم، ومقدم رئيس العصابه، مقدم رئيس العصابه، مو عصابات، مو وزير، هذا مو وزير، مقدم حيدر. يا وزير الداخليه دخل بهاي السالفه، ترى المغاوير استهتروا، جبتهم من كركوك صاروا مجرمين اهل بغداد. ذوي المغدور سجاد محمد عقابي لوحوا انه راح تكون لهم خطوات تصعيديه في حال ما تم الاقتصاص من الضابط وانزال القصاص العادل بحقه وبحق منتسبي الشرطه الاتحاديه اللي تسببوا بمقتل ابنهم، وكان هذا هو رايهم. على مود بنيان زراعي وجوا عليه، والضباط تضم مسدساته وتقتل ببيوته من العصابات، واللي يشترون بالمخدرات واللي يعينون بالعراق فساد، ما يقتلوهم وما يضربوهم لان يخافون منه، بس هذا فقير صاحب اطفال ويريد يسوي له مهجوم يقعد فيه يحط طلقه بصدره ويقتل. اذا سبب هاي جرائم المناصب، الله وكيلك، اذا ما انحكم بالاعدام وتنفذ به الاعدام الا نجيبه، نجيبه ونعدمه بالبيت، الا بالبيت. كان هذا رأي أهله وذويه وعشيرته في حال ما تم الاقتصاص بحق هذا الضابط اللي تسبب بمقتل ابنهم. الناس علقت على هذا الموضوع. مصطفى السلطان يقول هاي شلون دولة، هاي عصابات، وين القانون، وين النزاهة؟ علي العلي يقول شنو هذا الاستهتار بدماء المواطنين؟ علي مالك العلي، وين وزير الداخلية إلى هذا الحد استهتار المسؤول بالشعب؟ وعلي العراقي يقول من أمن العقوبة أساء الأدب، لا حول ولا قوة إلا بالله،
العلي العظيم. المشكلة لو كان أكو قانون بالبلد، قانون حق، وكان أكو قضاء نزيه وعادل، ما كان شفنا هاي الحالات. مجازر شفنا هواية مثل مجزرة جبلة، وانتهاكات من قبل ضباط بحق مواطنين شفنا هواية، مثل الضابط اللي طلعناه قبل فترة ببرنامج صوتكم وهو يعتدي بالضرب على سائق دراجة بسبب أنه سائق الدراجة في قضاء وقدر اصطدم بدراجته بمركبة هذا الضابط. والضابط اللي قاعد يضرب مرة عجوز. المشكلة لو كان أكو قضاء. السؤال اللي ينطرح هنا، السلاح اللي مستلم الضابط برتبة نقيب، ومن المفترض أنه هو صار لباع من الزمن في العمل، يعرف أنه هذا السلاح سلاح دولة، وهو هذا السلاح يعني ذمة مو سلاح شخصي، وما يستخدم لأغراض شخصية. وفي حال استخدام الذمم لأغراض شخصية أكو لها عقوبة، لو كانت تفعل ما كان صار اللي صار. لو كان عندنا قضاء نزيه والقضاء يمشي على المسؤول قبل المواطن، ما كان صار اللي صار. لأنه القتل قتل، إن كنت ضابط وإن كنت غير ضابط فهو قتل. أنت تسببت بقتل إنسان، وتسببت بفاجعة إلى عائلة، تسببت في حدوث حالة اليتم لأولاده، ورملت زوجته، وفجعت أبوه أمه، فجعت إخوانه، فجعت عائلة كاملة بمقتل شاب بسبب رشوة. لو كان القضاء يحاسب على الرشوة والمسؤولين يحاسبون على الرشوة ويمنعون تداولها، ما كان الضابط يتجرأ يطلبها. ولو كانوا المسؤولين يحاسبون الضباط والمنتسبين اللي يشتغلون جوا ايدهم على افعالهم، ما كان قدر واحد بيهم يشيل ايده ويستهتر وياخذ رشاوي، واذا ما اخذ الرشوه يشيل ايده ويضرب. ولو كان اكو قانون يحاسب على القتل، لما كان جار مسدسه وسحب بيه طلقه وضربه. راح نروح هسه الى قضيه اخرى. أحد المواطنين من ناحية جبارة شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شكى من الظلم اللي دا يصير عليهم وعليه بالذات، لأنه هو قدم إلى الرعاية الاجتماعية من أجل الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية سنة 2019، وإحنا اليوم بال 2023 ولحد هاي اللحظة ما أدرج اسمه ضمن المشمولين بخدمات الرعاية الاجتماعية. وطالب الجهات المعنية أن تنصفه. خلونا نسمع شكوى. أرشد رئيس الرعاية الاجتماعية أحمد الأسدي المحترم بإنصافي من المظلومين من 2019 لحد هذا اليوم مقدم على الرعاية الاجتماعية. اليوم احنا ب 2023، يعني قلبت بالأسماء، قد خلي شبك طالع اسمه بالرعاية الاجتماعية. والله العظيم، والله والله، اللي صاحب راتب 1.5 مليون وصاحب سيارة حديثة وصاحب أملاك زراعية طالع اسمه بالرعاية الاجتماعية. يا دكتور أحمد الأسدي المحترم، وين الإنصاف بالموضوع؟ والله العظيم أنا لا أملك سيارة حديثة، لا أملك أراضي زراعية، أملك غير بس هاي السدودة. الرعاية الاجتماعية اللي خلينا نحاول نفهم مبدأها للرعاية الاجتماعية. الرعاية الاجتماعية هي شبكة تكافل اجتماعي ويا بعض الأشخاص وبعض الأناس اللي من لا يمتلك مصدر رزق أو لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، لعدم مقدرتهم على العمل مثلا، أو لمساعدة كبار السن ممن لا يمتلك راتب تقاعدي. ف وجدت شبكة الرعاية الاجتماعية حتى تساعد هؤلاء في ممارسة حياتها اليومية ومزاولة حياتها اليومية وتوفير لقمة العيش، علما أن رواتب الرعاية الاجتماعية هي فتات
يا تكفي الشهر يا ما يا تكفي نص الشهر يا ما تكفي. لكن الناس اللي ما عندها تقول لك على الأقل أوفر، هل أقدر أوفر بهالراتب هذا اللي يعطوني إياه بالرعاية الاجتماعية؟ بس تعطون راتب رعاية اجتماعية إلى موظف بالدولة راتبه 1.5 مليون والفقير ما يقدر يحصل رعاية اجتماعية، هاي مصيبة. توفرون رعاية اجتماعية لمن يملك أرض زراعية والفقير ما يملك راتب رعاية اجتماعية، هاي مصيبة. إذا توفرون للأغنياء رواتب رعاية اجتماعية، الفقراء ايش راح نوفر لهم؟ نبقى بنفس الموضوع. ويتفاقم الأزمة الاقتصادية بالعراق، وأدنى شكوى لأحد المواطنين من محافظة المثنى، شكى من الفساد، شكى من المحسوبية، شكى من إهمال الطبقة الفقيرة، راح نحكي عليها وراء الفيديو، بسبب عدم إدراج أسماء الكثير منهم في قوائم الاستفادة من رواتب الرعاية الاجتماعية. خلونا نسمع هاي الشكوى. أشهد على وزير الرعاية أحمد الأسدي، إحنا ناس كسبة صارنا سنتين مقدمين على الرعاية، إحنا وجبة تاسعة وهاي الدفعة السادسة ما طالع أسامينا. أنا لا عندي محل، لا عندي قطعة، لا عندي بيت، لا عندي سيارة، كل شيء ماكو باسمي، كل شيء ماكو باسمي. قوطي الحي 8000 ما عدي، مقدم على الرعاية 3 نفرات أنا، الناس نفرين يطلع أساميهم، نفر واحد جاي يطلع اسمه، 3 نفرات ما طالع اسمي، التاجر يطلع اسمه، عنده محلات يطلع اسمه، عنده عقار، عنده مصرف، الناس بخذ كلها تطلع أساميها، احنا ليش ما طالع أسامينا؟ الناشد أحمد الأسدي يشوف لنا وين أسامينا، وين راحت أسامينا مبيوعة، وين مدير أسامينا؟ كنا بيطلع اسماء، كنا بيطلع اسماء، ليش احنا أسامينا ما طالعة؟ ليش سامينا ما طاعة؟ أريد واحد يفزع لنا شوف سامينا، لازم يسوي لنا حل هاي المشكلة. ناس كسب أصحاب عوائل، كفيكم الله 8000 حل ما عدي. اللي عنده مصدر رزق اسمه طالع، واللي عنده محلات اسمه طالع، واللي عنده راتب وموظف اسمه طالع، واللي عنده اسم واسمين حسب المواطن طالع، بس اللي عنده 3 برقبته ما يطلع. الطبقة الفقيرة بالعراق اليوم معدمة للأسف، ومع شديد الأسف، وراء الاحتلال، وراء الاحتلال الأمريكي الغاشم اللي جوي في دعاية كاذبة وأكذوبة كبيرة، هي أكذوبة الديمقراطية وأكذوبة أنه العراق راح يعيش في 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 نعيم. نعم هم قالوا بال2003 أنه راح يخلون العراق أنموذج، لكن أصبحنا أنموذج في أفشل كل شيء، أفشل مدينة، أفشل جواز، أفشل حياة، أفشل تعليم، أفشل صحة، أفشل مستشفيات، أفشل شيء موجود بالعالم تلقوه يمنا بسبب هاي الديمقراطية جابتها أن أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وإيران. وبسبب هاي الديمقراطية كان المعروف أن العراق 3 طبقات، أكو طبقة فقيرة، وأكو طبقة وسطى، وأكو طبقة غنية. اليوم الطبقة الوسطى انعدمت، فصارت عندنا طبقة غنية وصارت عندنا طبقة فقيرة. واليوم ذول اللي يحكمون العراق من أحزاب وكتل سياسية بكل مسمياتهم وخصوصا الإسلامية منها، دي يشغلون شغلهم ودي يؤدون واجبهم في دهس هاي الطبقة الفقيرة لإعلاء هاي الطبقة الغنية. هذا هو اللي دي يصير اليوم بالعراق. مستشفى ما تلقى بها علاج، وإذا صارت عندك عملية بمستشفى حكومية ما تلقاها، حتى يجبروك تروح إلى مستشفى أهلية حتى تطي دم قلبك وتتعالج. تعليم مدارس العراق تعبانة، وكتب ماكو، ومناهج ماكو، ومدرسين وكوادر تعليمية ماكو، حتى يجبرون ولي أمر الطالب أنه يسجل ابنه في مدارس أهلية حتى يدفع دم قلبه حتى يدرس ابنه، لأنه المنهاج كامل موجود بالأهلية بس بالحكومية ما موجود. وهكذا هي الحياة ماشية بالعراق، مثل ما ماشية بالصحة، مثل ما ماشية بالتعليم، الزراعة، الصناعة أصلاً ميتة، الرعاية الاجتماعية بفلوس، التعيين بفلوس، وكل شيء اليوم صاير بالعراق بفلوس. ولهذا السبب الضابط يقتل وبالرعاية ما ينطي راتب. الناس لما شافت معاناة المواطنين ويا دوائر الرعاية الاجتماعية علقت على هذا الموضوع. أبو محمد المندلاوي يقول فعلا هناك أشخاص يمتلكون سيارات حديثة وعقارات ويتقاضون راتب الرعاية الاجتماعية، على شنو يأخذ رعاية اجتماعية ما أدري،
والفقير ليش ما عنده راتب هم ما أدري. هاشم الذيب يقول إي والله صدق إحنا كسبة وكل شيء ماكو النواب كل واحد طلع ربعه وإحنا بقينا يا عدالة هاي. نور المصطفى خطية هاي الناس الفقراء قدرتهم على الفقير لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد حسين يقول هاي الحكومة توزع بكيفها بس تريد توزع فلوس وتسكت الناس على مود تستمر بالحكم بس ما تعرف راح تطيح بيها بعدين. عمي حكمه عدل. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. أحمد من الموصل حياك الله. أم أحمد من الموصل حياك الله يا أم أحمد. مرحبا. هلا بيك يوم. والله أنا حبيت أشكركم على هذا البرنامج يعني برنامج حيل زين وإحنا من المتابعين. حياك الله. ويعني هذا البرنامج يعني مالكم يعني كثير يعني يكشف حقائق للعالم ويشوف لأن إحنا نعرف أكو ناس يعني الأم دكتورة والابن محامي والأم عندها راتب رعاية. وهي دكتورة. إيه وابنها محامي. تمام. بداية أم أحمد اتجاهك أيوة. شكرين على البرنامج. إحنا كقناة تلفزيونية واجبنا هو كشف الحقيقة أيوة أمام الله. العلن وأمام الرأي أيوة. العام برنامج نعم يعني برنامج صدق يعني أنا أنتظر كل يوم يعني أنتظر من يطلع البرنامج وأتابع. أنا من أشد المتابعين لهذا البرنامج. حياك الله. نتشرف فيك يا أم أحمد. نتشرف ولا شكر على واجب بيكي. ويعني برنامج صدق يعني مراتب الرعاية أثر على العالم حيل يعني لا. يعني عنده اللي يستلم راتب من الدولة يستلم راتب مع الرعاية. نعم. وحبيت أشكركم. شكرا 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 على اتصالك. شكرا على كلامك الجميل وشكرا على إشادتك ببرنامج صوتكم ومن يعمل في قناة الرافدين وعلى هذا البرنامج بشكل خاص. أم أحمد من العدالة التي يتكلمون عنها المشكلة أنهم كلهم أو أغلبهم ما أقول كلهم ينتمون إلى كتل سياسية إسلامية ولابس لي صاية وجبة وعباية وأمة ويقول هاي أمة رسول الله وآل البيت ويدعي أنه يفعل بفعل رسول الله ونلقي أنه البلد ما بعدالة. إذا الدكتورة عندها راتب رعاية اجتماعية والمحامي عنده راتب رعاية اجتماعية والغني عنده راتب رعاية اجتماعية وأصحاب الأملاك عندهم رعاية اجتماعية وأصحاب السيارات الحديثة مثل ما ذكروا عندهم رواتب رعاية اجتماعية والفقير ما عنده فهي مصيبة. هاي مصيبة. مصايب الرعاية الاجتماعية شهدت أم عبد الله أم أحمد عفوا على وحدة وشهدوا المعلقين على بعض الحالات اللي شافوها بعينهم. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفندي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ هذول الناس أتناش الرعاية الاجتماعية. الرعاية الاجتماعية صارت بيد هذول البرلمانيين والبرلمانيين. نعم. وتلقى تلقى تلقى عنده راتب ياخذ رعاية. يعني وكثير فساد إداري. تلقيه هو موظف. موظف متقاعد ومسجل عقد يعني شنو انه شنو يسوي والمن تحاسب زين انتم مو عندكم بودره ما رواتب يعني بودره رواتب ما يقدر يقول عليها نعم مو لهالدرجه وتلقي راكب ارقى سياره من يجي على المكاتب ماكو من يستلم على الماستر كارد ارقى سياره راكب ويقول لك والله هذا عايز يستلم رعايه نعم ونرجع ونقول ونرجع نقول العيب بالشعب العراقي. نعم. يعني الشعب هسه راسهم صرف ولا هذول والله يرشحون يرشحون، راح ترشح انت. مع احتراماتي لك، اسمك مش من هذا مش من ذاك، نفس الشيء. نعم. كلهم نفس المله ونفس الطبقه، راح يجينا نزيه وشريف راح يجينا افسد. لان القبله ما حد حاسب، يقول لك انا هم خلنا ابوك حال عربي. نعم نعم. والعراق لله. نعم. نعم. أنا ممنون منك. ممنون منك أبو عبد الله. شكرا شكرا جزيلا لك. وزير الصحة صالح الحسناوي قال بوقت سابق إن المستشفيات الحالية
في الأقضية والنواحي قديمة وما تلبي الحاجة الفعلية بدون ما يفكرون في تجديدها علما. وأضاف وزير الصحة الحسناوي أنه المستشفيات الموجودة بأغلب الأقضية أو المراكز الصحية هي عبارة عن مستشفيات قديمة بالية لا تلبي حاجة القطاع الصحي من الخدمات الطبية والصحية في ظل الزيادة السكانية الكبيرة اللي شهدها العراق بالسنوات الماضية. هو ايش قال؟ قال المستشفيات اللي بالأقضية والنواحي قديمة، تمام؟ ركزوا لي على هاي. نانا راح نشوف أحد الناشطين من محافظة البصرة راح يشوفكم واحد من هاي المستشفيات القديمة شلون شكلها، مستشفى الفاو العام، وشلون انه هاي المستشفى خالية من الكوادر الصحية وما بيها اي شخص يشتغل. فالمستشفى القديم هذا امامكم، وخلونا نسمع ايش راح يقول هذا الناشط ويطالب وزير الصحة ان يلتفت الى الواقع الصحي في القضاء بالفاو. خلونا نشوف امامكم بالكاميرا مستشفى الفاو، بناية جميلة ومرتبة وحقيقة تسر النظر، وشي جميل أن تكون عندنا مستشفى بالفاو، ولكن إخوان ما بيها كوادر، الناس جاي تعاني، ما بيها كوادر طبية صحية، ممرضين أطباء. أشوف الأزمنة القديمة السابقة، الحكومات ما قبل السقوط وقبلها 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 للستينات بالخمسينات كانت حتى أكو كوادر طبية تجي. اليوم مستشفى الفاو ما بي كوادر، هذا جانب. الجانب الثاني يعني لحد الآن القطاع الصحي بالفاو ماكو. تدرون أنتم المراكز الصحية بالفاو تابعة للقطاع الصحي مو بالخصيب، يعني مو هسه الفاو قضاء. مدير صحة البصرة أخوي انطيهم موافقة خلي يفتحون قطاع صحي للفاو، يعني هسه ما طالبين شي معجزة، الريد قطاع الصحي بالفاو يكون مستقل بذاته، قطاع صحي لقضاء الفاو، مراكز الصحية ترتبط به. زين ليش الآن كلها ترتبط بالقطاع الصحي بالخصيب؟ بالخصيب قضاء مثل ما الفاو قضاء. انطون فك ارتباط يرحمكم الله، انطوا للفاو فك ارتباطه، خلي يكون عندنا قطاع صحي بالفاو فقط. وهاي المستشفى ما طالبين المعجزات، الريد كادر طبي وصحي، مو ترى أهل الفاو ناس تعبت، الله شاهد عالم الواقع الصحي بيها، يعني ما أقلكم معدوم. ليش؟ هي بعيدة عن مركز المحافظة، واللي يريد يروح لازم يروح للبصرة، وهنا الكوادر الصحية والطبية ما موجودة. هذا المستشفى القديم، شوفوا شلون مستشفى قديم وبالي، والحجر ما تواقع والأسقف ما تواقع والشبابيك ما تمنتية، وأصلا ما مبين معلم من معالم هذا المستشفى القديم. عيني صالح الحسناوي بما أنه تطلعت وحكيت، أي نعم أكو بعض المستشفيات القديمة، بالمقابل أكو الكثير من المستشفيات المتلكئة اللي أنتو وغيركم نطيتوا فلوس هذني المشاريع بالكامل قبل ما يبلش المشروع بالشغل، والمقاول انهزم وفلت والمستشفى واقف بها العمل وماكو بها أي شيء، ما حد شاب بها أي تطور. ومع ذلك أكو بعض المستشفيات الحديثة مثل مستشفى الفاو العام وهو قضاء في البصرة وما بها كوادر طبية. فبدل ما ترمي الخلل على شيء، روح حل مكامن الخلل الصحيحة وبعدين تعال احكي على المكامن الأخرى. كمل المستشفيات المتلكية، عينوا الكوادر الطبية اللازمة، عاقبوا الكوادر الطبية اللي ما تداوم، حدوا من عملية تحويل الحالات المرضية من الحكومي للخاص، وراها راح تشوفون شغل. أنا حكيت على تحويل حالات مرضية من الحكومي للخاص، هنا راح نشوف ناشط يشكو بسبب تحويل الحالات المرضية من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة، هذا اللي خلي المواطن أن يضطر على دفع تكاليف باهظة حتى يسوي عملية جراحية بالمستشفى الخاص. خلونا نشوف. ولاده 1,400,000 وحق هو الحسين رحتوا له مشي بمستشفى العمل، منين تجيب العالم؟ منين؟ إدارة الصحة الذقار ما تتابعون المستشفيات والدكتورات اللي جاي حول للأهلي، ومو بس الولادة، أي عملية تتحول للأهلي.
وراح تسمعون بالمقطع اللي راح نشوفه بعد شوية مواطن يعبر عن غضبه وسخطه من الواقع الصحي المتهالك للكثير من الأقضية والمراكز الصحية في محافظة ذي قار بسبب النقص في مستلزمات الأدوية، بسبب النقص بالأجهزة الطبية بداخل المستشفيات، إضافة عن الانهيار في البنى التحتية اللي موجودة في المستشفيات واللي تحتاج إلى تطوير عاجل، إضافة إلى غياب البيئة الصحية النظيفة المناسبة في أغلب المستشفيات في المحافظة جراء الإهمال وانعدام الرقابة. خلونا نسمع. أقدم دعوة على وزير الصحة، وين أقدم دعوة؟ أرد أقدم دعوة على صحة ذي قار، وين أقدم دعوة؟ مستشفى التركي خايس، لا بي تنظيف لا بي شركة، ليش تشي؟ تو انفتح ومستشفى بهاي الطبس تخشمك إلا الطوب لو تلبس 10 كمامات، ليش؟ مستشفى بالترهدى عصابات متروس بزازين، يعني يفتحوه حديقة حيوانات، ليش فاتحينه مستشفى؟ يعني بالترهدى كفيلك العباس تجيب بيه يموت ابنه، زين مستشفى الإمام الحسين البارحة طبيت له بالحسين بس طبيت له، عندنا مرة مطقوقة طلقة ورحت لها بالكسور وخابر بالوحدة ونص لحد التسعة ما حد جاي، خابر الدكتور مصطفى جلود الله يوفقه الله يوفقه، خابرته اجى الرجل وحولها للتركي وقال عمليته واليوم كملوا عمليته. زين احنا الى متى مناشدات؟ زين الى متى احنا جايين نصححكم مسار، احنا جايين نشخصكم الخطا، يا اخي استغلونا، احنا هسه استغلونا ببلاش، لا مستشار عندي تاهو ولا انا عضو برلمان عندي حصانه، كشو ما عندي، مواطن جاي انقل معاناه الناصريه. يا اخي وزير الصحه انت من لزمت اليوم؟ المفروض كل اسبوع انت بمحافظه. هذا هو حال واقع الصحي، علما انه برنامج صوتكم، هذا البرنامج اللي انا طالع به هسه، الكثير الكثير من الفيديوهات اللي صوروها ناس وناشطين طلعناها هنا اللي تحكي بيه عن انعدام الخدمات والبنى التحتيه والعلاج وخلو المستشفيات من الكوادر الطبيه وخلو واكتظاظ المستشفيات بالاكداس النفايات بالقوارض بالحيوانات الضاريه والمفترسه والحيوانات الضارة بالصحة، هاي كلها طلعناها، لكن لحد اليوم ما بهم واحد طلع وحل مشكلة من مشاكل القطاع الصحي العراقي. حسين موسى يقول أخوي مريض بزائدة، نراجع بي أسبوع كامل بمستشفى الشطرة، يومية الدكاترة يأجلونه وبعدين قالوا نسوي عملية بالأمل، واخذوا 75,000 إلا سووا عملية، يعني استغلال مو طبيعي. عينك عينك. علي يحيى حسبي الله ونعم الوكيل، أصبح الفساد مستشري بكل تفاصيله مؤسسات ذي قار، وللأسف لا حسيب ولا رقيب ولا إذن تصغي المطالبكم. محمد جاسم، مستشفى بنت الهدى عبارة عن خرابة البزازين، البزازين تفطر بيها. وأبو حسين الساعدي، واقع مؤلم للطب بكل مفاصله. سيف من قضاء الصويرة حياك الله. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ، بعيدا يعني عن الامور اللي جاي تصير، يعني مع الاسف اكو فساد اداري، اكو فساد مالي. نعم. انا اخوك منتسب. اي والنعم. الله يسلمك. استاذ، انا يعني ظلت صوره ببالي. اي. صوره الشهداء، صوره الجرحى. كلهم أصدقائي ونعدهم من منطقتي ونعدهم من غير منطقة. زين. يعني بس إن شاء الله استحقناهم، ما بقى من عندهم شيء، ما بقى من عندهم ولا داعشي. زين. تسمع الأستاذ؟ أسمعك. إن شاء الله استحقناهم، ما بقى يعني ما بقى داعش عندنا، إحنا لو ما داعش لو ما ترى الداعش هو اللي يبوق نفس الشيء. اللي يبوق تسمع الأستاذ؟ يعني لحظة أوقف حبيبي سيوفي، أنت تقول داعش واللي يبوق نفس الشيء. أي صحيح. أي صحيح. زين، أنتوا طلعتوا على داعش وقضيتوا عليهم، تمام؟ تمام. إذا اللي يبوق نفس داعش ونفس الشيء، ليش ما قاضين عليه لهسه؟ والله نتأمل بالله خير إنه حكومة محمد شاع السوداني.
بحكومة محمد الشياع السوداني اللي صار لها سنة لحد الآن ما حققت ولا شيء من وعودها الانتخابية. أستاذ أنا خلي طيب لك سالفة، أنا هذا الشيء مو اختصاصي، بس أنا هاي القناة أنا شفتها كانت تطلع ثوار العشائر، محترامي للعشائر شريفة اللي بالرمادي اللي بالموصل اللي بكركوك، محترامي لهم، وكم عندهم جنود جاي يخدمون وياي. زين هاي القناة بس أحب أوصل لها فكرة إنه تحقنا داعش، ما ظل لكم السم، ما ظل أخويا سيف، سيف حبيبي قضية تنظيم داعش الإرهابي أرجوكم يعني، وهو اللي طب على القناة ويتصل حكى داعش، قال داعش حكى هو تنظيم إرهابي وقضيتوا عليه وانتهى وراح خلص عوفة عبره. هسه احنا دا نحكي العراق لا بكهرباء، من رخصتك عبره بعد انتهينا من عنده، تنظيم إرهابي دخيل من الخارج إلى العراق سيطروا وقضينا عليه بسواعدكم وخلصنا من عنده تمام. هسه عندنا مشاكل اخرى، لا كهرباء لا رعايه لا 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 كل الطوائف شاركت بقضاء على داعش مو فعلا. لا انا قلت لك عوفة خيولي، انا هسه اريدنا نحكي بغير موضوع. العراق ما بي لا كهرباء لا رعايه لا تعليم لا صحه لا مستشفيات لا شوارع بها خير لا قانون بها خير. زي هاي شلون استاذ بس انا عندي ملاحظه، انا ما اعرف يعني مو اختصاصي انه مثلا احكي لك على الصحه وانا اختصاصي مو فهلا. لا نعم، اللي جاي اشوفه هسه عندنا اول شيء صحيح اكو تضخم بالمدارس، تضخم بالاعداد المدارس، الصحه يعني بيها مو 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 يرادلها يرادلها ملكة الله، نتأمل خير محمد الشياع السوداني. تمام، عين السوداني مو اقتصادي لا صحة ولا، بس يعني قلت لك انه هاي القناة ظل ببالي، ظل صورة ربعي اللي استشهدوا. تمام مشكور على اتصالك اخ. تمام ابو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب الفساد الوجه الثاني لداعش. نعم. الوجه الثاني الفساد بالعراق هو الوجه الثاني لداعش. نعم. يعني اللي المستعد يتحدثون عن الرعاية. نعم. الرعاية صحيح يحصلها بس الزلاجين بس الأحزاب. نعم. يحسبون الفقراء، يشوفونهم يقولون ده متحففين أغنياء لكنهم فقراء. اكو مناطق نائية عندنا فدنا وبتعبانة، يعني شوفه لابس ومكمل بس هو تلقى 10,000 ماكو بجيبه. ثاني شيء يتحدث عن الصحة، بالله عليك خلي شوية وزير الصحة ينتبه إلى الفقرة. المضمدين فتحوا تكاكين سووا مستشفيات وحدهم. نعم. الفقراء ما تلتجي ما تروح للمستشفيات بعد للمضمد، لأن ب 4,000 ب 5,000 يطيب عود. وتحدث قاعده وفاه من وراهم، يعطون الادويه غلط، هو مضمد يضرب عبر. شلون تعالج الواد فاتح لك دكان؟ نعم. هل انتبه وزير الصحه لهاي الفقره؟ نعم. انا ادري بالصحه قبل بس المستشفيات والدكاتره الاخصائي. يعني المضمد ضرب له عبرتين، فتح له دكان مستشفى واحد وقامت هاي 20 30 فقره، شو يسوي؟ ما عنده 500,000 يروح للطبيب الاخصائي، يروح للمضمد. هاي شو جاب لي اضرب الغلط ضرب فيه. نعم. مات. يعني هاي وفيات قاعده تحدث من وراء هي الشغلات كثيره، من يموت من هذه؟ يموت من هذه الفقره. هذا الفساد الوجه الثاني لداعش. وزير الصحه ما يشوف هذا، ما يشوف شنو اسباب الوفيات اللي قاعده تورثه، كله غلط المضمدين. نعم. يعني ممرضة فتح له دكان وقال على المضمن. نعم. يضرب بضل. نعم. بعد ما عاد امكانيات تروح. نعم. وهاي الانتخابات ما يتوعون بعيونهم، يتوعون يحلمون. ما اقدر اكمل وياك، مشكور. نعم. شكرا لك ابو علي. بالنسبة إلى الأشقاء العرب اللي دا يشوفون ويتسألون المضمد شنو، المضمد في كل منطقة شعبية بالعراق تحديدا كانوا اكو مضمدين، المضمد
لما تروح للطبيب والطبيب يعطيك بعض الأدوية اللي تحتاج مساعدة في الأخذ مثل الإبر، زرق الإبر، تروح إلى الممرض حتى يعطيك هذا الدواء. لكن اليوم الممرضين بالعراق هو طبيب فعلياً صاير بالعراق ويعالج ويعطي أدوية، ومثل ما قال أبو علي تسبب الكثير من المضمدين بموت الكثير من الأشخاص بسبب الخطأ والتشخيص الخاطئ. أبو سيف من الموصل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا أنت المغمدين والله العظيم، أنكم مغمدين أحسن من الأطباء، أحسن من الأطباء. نعم. قسما بالله العظيم عندنا مغمد اسمه مقداد، حتى الكسور يستجدني يدبرها، يستجدني يدبرها. نعم نعم. المغمدين ما كنوا ما كنوا. نعم. بس احنا عندنا مدارس هسه على الإنسان معلمين إعدادية ما فيها ولا معلم ما فيها ولا معلم. نعم. صاير هو المغمدين هو كل واحد هو ضمير. تعليم التدريس ماكو، تدريس كتب ماكو، تعليم ماكو، يعني معلم مدير مدرسة كيف ما تقدر تسوي أستاذ عادي. نعم. أبو سيف أنا راح أعتذر منك لأنه صدقا الصوت دا يشوش عندي ومدى أسمع صح. شكرا شكرا جزيلا لاتصالك، واتمنى اذا قدرت تحصلنا في مكان اخر او صوت اوضح حتى نقدر نفهم الموضوع بشكل افضل، كلامك اقصد. شكرا جزيلا لك. احد الناشطين يستعرض الواقع الخدمي المزري بقضاء الحمزه الشرقي بمحافظه القادسيه. على الرغم من الموازنات الانفجاريه اللي اقرتها الحكومات وحكومه الاطار التنسيقي، عجزت برئاسه محمد الشاع السوداني عن تقديم ابسط الخدمات. اللي هو شارع الصناعة، هذا اليوم إلى تقريبا الثالث أو الرابع. شوف السيارات وشوف الطين، هذا شارع رئيسي. ألو مدير المجاري، عيني موجود، تدري لا ما تدري شنو وضعك، شنو أمورك، عيني سيادة القيم مقام، بلك أخويا بطريقك وانت تسوي دني يعني الأمور مال الزراعة الخارجية 500 متر مات المدخل مال المدينة اللي هو على أساس تيل، تجي تشوف هذا الشارع الرئيسي، تجي تشوف هذا الوضع، تجي تشوف هذا الطين، تجي تشوف هاي المصيبة، هذا شارع رئيسي. هاي 500 مرة جاي نشرح لي، جاي نقول لكم هاي كارثة، شارع نص القضاء لي، يعني ما أعرف أنتو ليش ما حد يجي ما جاي يفتهم ليش. شوف يعني هسه أنت تمشي بنقر، هسه بدي أروح البيت ماكو، هذا ثق 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 بالحسين لحد الآن، على اليوم الخامس لحد الآن الطين تارس السيارات وتارس بيوتنا. باع هذا حي الزهور، يعني لا خطة لا استعداد لا تغيير. ترى سيادة القيم مقام قضية الإنجاز مو بخمس شو اسمه هاي النشرات على الجسر، الإنجاز مو حاط لخمسمائة متر ثيلة، 4000 مرة صورتوها، 4000 مرة صورتوها لو مسوين برج إيفل ما تصورون بقد ما صورتوها. أما في النجف عندنا مواطنون يعبرون عن غضبهم بسبب تقاعس الجهات الحكومية عن تعبيد إحدى الطرق الحيوية بقضاء العباسية بالمحافظة، وصارت الطرق يومهم عبارة عن خرابة. خلونا نشوف. شارع موت هذا الشارع، كله يمكن ما يجي بيه مسؤول، هذا الشارع لو يجي بيه مسؤول لو برلماني والله الكريم صار سايديا. هذا الشارع أخذ أرواح ناس، أخذ أرواح شباب، كل واحد حاط له 3 مكاتب و4 مكاتب بالكوفة بالنجف بالعباسية دون جدوى، إكلاوات، الله وكيلكم يضحكون عليكم. والدليل العام اجوا نواب، العام اجوا نواب لهذا المكان، كل شي ما سووا اجا محافظ هذا المكان وكل شيء ما سوى. قسما بالله انتم مو مستقلين، انتم مستغلين الهاي الناس، الهاي الوادم، لا محافظ ولا نواب ولا مدراء دوائر، كلكم وعدتوا وكلكم كذبتوا على هاي الناس. اذا انتم صدق تقولون احنا حكومة وصدق احنا ندافع عن حقكم، تعالوا شوفوا هذا الشارع اللي اكل ارواح ناس لحد ذاك اليوم. هذا الشاب الى متى الى متى؟ انا اريد المسؤول من يحكي يكون يحكي بصدق، مو يلا يحكي كذب. اريد اني الم الاغلبيه واخليه وروحا.
يا محافظ النجف، يا نواب النجف، انتم شنو الحل اللي سويتوه لنا؟ نريد نفتهم الى متى هاي؟ ما تقولوا لي الى متى؟ سلط قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الفضائية الضوء على ملف استيلاء المتنفذين والميليشيات على عقارات الدولة والمواطن وتحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية. بالمقابل تعجز حكومة الإطار عن محاسبة هاي الجهات وممارسة الاستعراض الحكومي الفج بعمليات إزالة التجاوزات لبيوت البسطاء. خلونا نشوف. وعند أيتام الله أكبر. لن يسمعك أحد، فمن تحدى القانون وأطلق يد عصابة سرقة القرن لن يستطيع إيقاف استيلاء الميليشيات والمتنفذين لعقارات الدولة والمواطنين، في حين يستعرض بإزالة التجاوزات للبسطاء من الناس دون المتنفذين منهم وبدون سابق إنذار لتوفير البديل. ميليشيات فوق القانون ومتنفذون يحترفون غسل الأموال التي استولوا عليها ببناء مجمعات سكنية وأسواق أو تغيير جنسها من زراعية إلى سكنية، فضلا عن تغيير عائديتها وتشييد أبنيتهم الخاصة عليها بغير وجه حق. سرقات علنية دون محاسبة، وحكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني تقدم على هدم المنازل بذريعة التجاوز على أراضي الدولة دون أن تجرؤ على إزالة تجاوزات المتنفذين من أحزاب السلطة وميليشياتها، في الوقت الذي تتضخم أزمة السكن في العراق مع زيادة عدد الأحياء العشوائية المبنية على هامش المحافظات العراقية. مبادرات حكومية تزعم حل أزمة السكن في العراق تظهر للإعلام كمبادرة أجر وتملك التي أطلقها السوداني ولا ترى النور كسابقه الكاظمي حينما أطلق مبادرة داري التي لم ترى النور بشهادة وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الحالية، في ظل حاجة البلاد إلى بناء 3.5 مليون وحدة سكنية لسد النقص الكبير فيها، حتى أصبح ملايين العراقيين يحلمون بسكن يليق بالكرامة الإنسانية انسجاما مع الحق العالمي بالسكن الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما ترتفع أسعار العقارات بشكل جنوني يفوق قدرة المواطن العراقي مع انخفاض قيمة العملة وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر. باليوم 29 من العدوان الصهيوني على غزة، واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيتها غاراتها المكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة. تقارير صحفية ومنظمات دولية كشفت أنه 6 أطفال يموتون بغزة كل ساعة من بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى حد هذه اللحظة اللي بدأ ب 27 أول من الشهر الماضي. وأضافت المنظمات أن غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال، وأن تقريبا نصف الضحايا هم من الأطفال، وأهواي يقولون اللي يوصلون إلى المشافي مقطعو الأوصال بسبب إطلاق الكيان الصهيوني المحتل قذائف محرمة دوليا. ولهذا تفاعلوا مدونون على منصة أكس على وسم غزة تستغيث. جبنا لكم بعض التغريدات. هدي الفواز: نعوذ بك يا الله من هذا العجز، ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفا ولا دفعا ولا وصولا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نستودعك أهلنا في غزة يا من لا تضيع عنده الودائع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعلياء كما تقول: يا نار كوني بردا وسلاما على غزة وأهل غزة. اللهم إنا نستودعك غزة نساؤها وأطفالها كبارها وصغارها شبانها وشيبانها مجاهديها ومقاتليها. اللهم سدد رميهم وآنس روعتهم واستر عورتهم وارحم شهداءهم. اللهم آمين. يوسف الحداء: أقل ما تبرأ به الذمة حملة جهد المقل، دولار كل شهر على كل نفس لإغاثة غزة يا أمة المليار. ماجد عليان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل باليهود ومن والاهم ومن أيدهم. اللهم شتت شملهم، اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. هذه التغريدة وغيرها والكثير ممن لم نقرأها كانت على هاشتاغ غزة تستغيث. عندي رسالة أخيرة وصلت على الواتساب تقول: طريقنا يمر من كربلاء،
قالها الخميني في الأمس تحديدا عام 80، وهكذا قال وهو كان زعيما لإيران أن طريق القدس يمر من كربلاء، فاحتل كربلاء والعراق ودمشق وبيروت وصنعاء، والآن غزة باد، ولم يتوجه إلى القدس لا هو ولا من تبعه، فلماذا؟ مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود ويانا ببرنامج صوتكم لحلقة اليوم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بمواضيع أخرى وجديدة. باكر إن شاء الله انتظروني. في أمان الله.